نيجي بقى للعربية من جوه والصناعي الداخلي بتاعها، نخش نقعد جوه العربية. دلوقتي طبعا شايفين الموسيقى وشكل الهونداي اللي ظهر هنا والعلامة دي، تمام، والشاشة التاتش اللي موجودة، طبعا مش موجودة في أول فئتين أو في أول فئة. نيجي بقى لأول حاجة، الخامات أو الماتيريال. طبعا ده بلاستيك الحتة دي، بس لو جيت بصيت في الحتة دي كل العربية بلاستيك، يعني معانا هنا في سوفت تاتش، يعني مش عارف انتوا هتشوفوها لا، بس دي طبعا سوفت تاتش. ده طبعا البيانو بلاك، الشاشة حواليها كده بيانو بلاك عشان يديها شياكة. هنا الشاشات عادية مش انالوج، انا كنت صورت قبل كده اعلى فئة خالص، تقدروا طبعا ترجعوا تتفرجوا عليها. شكل الطارة اللي انا شايفه مميز جدا، يعني الطارة الجديدة بتاعت هيونداي شكلها صراحة مميز جدا. ده سوفت تاتش، ده سوفت تاتش، ده بلاستيك. طبعا هنا في زي ايد كده جانب ده شياكه، هي مش هيبقى ليها قوي عازه الا لو حد من اللي راكب جنبك ممكن عايز يمسك بايده، بس مش هيبقى ليها اوبشن عالي يعني. طبعا ده زرار الانتظار، ده بكره التكييف. طبعا التكييف مانيوال مش اوتوماتيك، وانت اتمنى الاوتوماتيك، هو طبعا موجود في الفئات الاعلى اوتوماتيك، بس للاسف اول الفئات الاولانيه دي كلها عاديه بكر مانيوال. شكل الفتيس الجديد من هونداي، طبعا مش باين بسبب الكيس، بس هو شكل نحول يعني البريزوركو كده، فيها من تحت مش عارف ابينه لكم ولا لا، هحاول كده. الزرار يعني ممكن ابان من هنا شويه، في هنا زرار اهو انا بدوس عليه زي كليك علشان احرك الفتيس زي اي فتيس يعني. طبعا العربيه فيها هنا درايف مود، وده الكاميرا بتاعت البارك اللي هي الكاميرا الخلفيه، فرامل يد عاديه مش كهرباء، برضه الكهرباء في الفئات العاليه بس. ومسند اليد الجلد، يعني انا عايز اسلك الحته دي، مسند جلد وسوفت تاتش جدا يعني. ده مسند اليد، وفي مساحه تخزين كويسه بالنسبه للعربيه بالفئه دي يعني. طبعا الفرش قماش، وانا واحد من الناس الصراحه بحب الفرش القماش، يعني الفرش الجلد اكتر نوعين حاجه بحبهم في التطريز الداخلي بيبقى القماش والكنتورة. ليه؟ عشان بيبقى دول شويه فيهم الدنيا كويسه يعني، او ما بيبقاش فيها عرق كتير، تمام. ده شكل العدلات الديجيتال، ادور كده العربيه لحضراتكم. طبعا هنا ما فيهاش ستارت وستوب انجن، هنا مفتاح عادي، تمام. ده كده الشاشه التاتش بتاعتنا، هي الشاشه لازم ادور اهي اشتغلت. طبعا يعني نغير التراك، تمام، عايزين نرجع. وطبعا الشاشة تاتش يعني زي ما قلت لحضراتكم في الأول، الشاشة وهي بتعلي هنا. طبعا النظام الصوتي جميل جدا يعني، وطبعا أعلى فئة فيها السماعات المتطورة جدا جدا من شركة بوس. وهنا العدلات اهي، العدلات شكلها شيك مش وحش يعني، العدلات شكلها كويس جدا بالنسبه للعربيه بالفئه دي يعني. بس طبعا اعلى فئه بتبقى الشاشه ديجيتال، برضه تقدروا هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن لو تشوفوه، بيبقى الحته دي فيها حاجات، وتبقى دي كده كلها من اولها لاخرها عباره عن شاشه تاتش واحده، كلها حته واحده. هسيب لكم تحت في الديسكربشن تقدروا تتفرجوا عليها طبعا، وتقارنوا ما بين الفئات براحتكم. بس طبعا في فرق كبير جدا في السعر. طبعا ده المالتي فانكشن، اقدر اتحكم في الشاشه من هنا، تمام. هنا طبعا نيجي بقى للطاره، هنا مثبت السرعه ومحدد السرعه، وده بتحكم في الشاشه اللي هي اللي انت شايفينها قدامي، الزرار ده الشاشه اللي هي دي شاشه المعلومات، تقدر تتحكم فيها من هنا كده، وكل اوبشنها وكل امكانياتها. مثبت السرعه ومحدد السرعه، تمام. وهنا طبعا البلوتوث والاوامر الصوتيه الكومنت سيستم، بس طبعا لازم زي ما جه هنا كده تبقى موصل باندرويد اوتو وابل كار بلاي عشان تقدر تشغل الاوبشن ده. ده في اي عربيه مش في دي بس يعني. طبعا العربيه فيها سنسور اضاءه كلمه اوتو احنا شايفينها، وده السنسور بتاعها هنا اهو، ده السنسور بتاع الإضاءة. طبعا ده مكان هنا المرايات تضم، تضم المرايات، وهنا عايز تفتح المرايات تاني. طبعا ده لوك العربية، ده الإزاز الإزاز أوتوماتيك بالكامل، بس للأسف في القفل، في القفل مش ضغطة واحدة، لازم تفضل يعني تفضل دايس عشان تقفل العربية. طبعا انا مش هينفع ادور العربيه عشان احنا هنا في معرض مغلق، عشان بس
يعني ما ضايقش حد او ما عملش صوت بس ازعج الناس. نحط شويه كاسيت. طبعا مرايه زيتيه التعتيم، ودي فتحه السقف الكهرباء اللي قلت احرقكم عليها، يعني اعرف اشغلها لكم اهي. زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده، وبعد كده تقوم قافل عشان الشمس. طبعا وحده التحكم طبعا بتاعتها من هنا من الحته دي. طبعا دي الاضاءه هاليجن عاديه خالص. نيجي درج التابلو. درج انا شايفه الصراحه الى حد ما يعني مش اوسع حاجه، بس كويس مقضي الغرض يعني. طبعا دي فتحات التكييف، هنا دي سماعات. طبعا دي فتحات التكييف، فتحات تكييف، ونفس الكلام هنا فتحات التكييف اللي هنا. وطبعا بقى فيها فتحات تكييف خلفيه، هنرجع دلوقتي نبص عليها مع بعض.